احنا حته ال غلطنا ان احنا جبنا بواليا بدل وما جبناش ايوب ايوب الكعبي. الكعبي. ايوب الكعبي مهاجم جيد جدا، انا ما اعرفش تفاصيل الصفقه بتاعت ايوب الكعبي ايه اللي حصل فيها، وجاب النهارده جون هدف عالمي بالنسبه للوداد، لكن انا في ما اعرفش الوداد. ايوب الكعبي بالظبط، ما اعرفش ايوب الكعبي ايه تفاصيل التعاقد بتاعه، لكن وولتر باليا كان ماشي بشكل جيد جدا مع الجونه، وكان في الوقت الحالي كان هو احسن حل بالنسبه للنادي الاهلي عشان نكون واضحين وصراحه يعني، بس لكن هو حتى في الدوحة ما كانش أداؤه يعني أعظم حاجة بصراحة. اقول لحضرتك حاجه، هي الفكره كلها في فكره دخول المهاجم، الصفقه لما بتكون صفقه جديده علشان تدخل مع الفرقه لازم تدخل في الوقت الانسب، يعني بالنسبه لي وولتر باليا جه النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده المشكله الكبيره الشوط الاول ما بيسجلش فيه اهداف خالص، او نسب تسجيله في الشوط الاول ضعيفه، وفي الشوط الثاني بيبدا يسجل، فانا وجهه نظري وكان الكلام ده قاله دكتور طه ان وولتر باليا كان اول ما يدخل في الشوط الثاني في الفتره اللي النادي الاهلي بيسجل فيها، لكن وولتر باليا ضياع الفرص بياخد من المهاجم كتير وبيوتر المهاجم، يعني النهارده بواليا الفرص اللي ضيعها هتاثر عليه فتره كبيره جدا، مروان ومحمد سليم محسن، اتفضل مروان محسن النهارده احرز هدف بقاله فتره يعني غير موفق، والناس كانت منزعجه تحس ان هل ممكن الهدف ده، برغم ان احنا طلعنا متعادلين والوضع يعني مش عظيم قوي، ولكن ده ممكن يعني زي بقول ينول ايه كسر النحس يعني. طبعا طبعا، لا ويدي ثقه لمروان كبيره جدا، ويهدي الجمهور على مروان بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت ان يبقى مروان عنده فرصه يكون في الملعب، يعني انا وجهه نظري ان المباراه الجايه ما اعتقدش مباراه الاسماعيلي للنادي الاهلي في الدوري، ما اعتقدش ان هو ممكن يبدا ببواليا، ما اعتقدش، الله اعلم، ما اعرفش موسيماني فكره ايه، لكن ممكن يدي لمحمد شريف ويبقى مروان موجود، وانا وجهه نظري يعني من بره كده ان النادي الاهلي لو هيلعب يلعب بمهاجم، المهاجم سواء بواليا او سواء مروان محسن ومحمد شريف يلعب على اي جنب من الجنبين، دي وجهه نظر، او ممكن يستعين باجاي، ما يعني لان انا ما بحبش ان انا اقوم الاعب لعيب مش مهاجم في مكان المهاجم.